السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحي يحييكم يا شباب وبنات، حياكم الله جميع. طبعا فيديو اليوم عبارة عن لا تعبث في الميدان 2023 لهذه السنة بعد نزول المشات، النوع الجديد ضربة القاضية، وممكن نشوف قادة في الأيام الجاية من الضربة القاضية. ممكن انتهى من نوع الفرسان وانتهينا من نوع الرمات وأيضا حاليا المشات، فلا تعيد ترتيب القادة في الميدان سواء 5 مسيرات 6 مسيرات 7 مسيرات على حسب تخصصك بالشكل اللي انت تشوفه. راح اعرض لك الاقوى حاليا من ناحيه التجارب اللي شفناها خلال الفتره اللي طافت في الميدان. تعال قرب الحي حي طال عمرك معنا. الثنائيات الاولى طبعا راح اتكلم سواء كنت حاميه او حجد ممكس المعهد داخل الكي بي كي، ما راح تقدر تطلع في 6 مسيرات لانك راح تشتغل على اوامر المسير، لان اوامر المسير حق الحشود فراح تشتغل على اوامر المسير. فانا افضل طبعا في اول المسيرات اللي انت قاعد تشوفها حاليا انك تستعمل هو اساسي مع ويليام، او تستعمل هو مع محمد الثاني في حال ما عندك ويليام، وتستعمل نيفسكي مع جان ارك، وتستعمل بوتيكا مع واي اس دي، وليانغ مع نبوخذ، اجوان مع سكيبي. قاد هذيل كخمس مسيرات، 2 فرسان 2 رمات و1 مشات، بسبب انت قاعد تاخذ البف والدي بف معاك بشكل كامل، سواء في تنزيل الدفاع، في العلاج موجود معاك، في عندك اضرار المهارة، عندك الصمت، عندك تنزيل الصحة، ايضا الاضرار الكلية، ماخذ مجموعة كاملة مكملة من الدي بف معاك والبفات واضرار المهارة العالية. وطبعا لا ننسى ان اضرار جماعية، القادة هذيل يتمتعون في أضرار جماعية. هو ستايل لاعب، نعم هو ستايل لاعب، لكن أنا فاضل دائما وأبدا أن يكون الأريا إفكت الضرر الجماعي معاك دائما وأبدا. هذه في حال إذا كان عندك 5 مسيرات. أنت تكلم على في حال دخلنا في الزون اللي بعده أو في زون 6 مثلا، أنت لاعب ميداني بحت فراح تنزل ب6 مسيرات، فراح أتكلم معاك ب6 مسيرات. راح أقول لك أن تستعمل 2 فرسان 2 رمات 2 مشات. حاليا نعم 2 مشات، أول كنا ناخذ فقط مسيرة مشات، حاليا راح تنزل فيه 2 مشات، وضفنا للتشكيلة اللي هو عبارة عن سيرجون أساسي وليو تشي، نعم هو الثانوي أفضل كومبو. نعم في ناس تقول أبو عيسى ليش تفصل، ليش ما تفصل سكيبيو عن جوان؟ إذا فصلت سكيبيو عن جوان هي المسيرة الأولى في آلة القتل للمشاة، فأفضل الأريا إفكت موجود فيهم هم الاثنين يكملون بعض، جوان مع سيرجون، وأيضا عندك جوان مع سكيبيو، وأيضا سيرجون راح يظل مع ليو تشي في الميدان معاك بالضربة المفاجئة، فسيرجون بيعطيك أفضلية لأن ليو تشي يضرب 5 أهداف وليس 3 أهداف مثل سكيبيو أو جوان. ما ضفنا عليها شيء من 5 مسيرات الأولى للخمس 6 مسيرات الثانية. حاليا هذه بخصوص المسيرات إذا في طلعت 6 مسيرات. الحين بنروح على النظام. أنا تخصصي فرسان أبو عيسى، أنا تخصصي مشات أبو عيسى، أنا تخصصي رمات أبو عيسى، شنو أسوي في الميدان؟ راح أقول لك تعال قرب الحي يحييك، راح أعطيك كل واحد تخصصه. أنت تخصصك رمات، الحال معك كالتالي، راح تلعب بوتيكا أساسي، أرتميسيا ثانوي، نبوخذ أساسي، راح تلعب واي اس دي ثانوي، وراح تلعب ليانغ مع هنري. السبب الرئيسي ليانغ مع هنري هي افضل مسيره ميدانيه حاليا، اله قتل صمود بشكل عالي. التعويض اللي قاعديه من هنري لليانغ بتكون مسيره جباره. ايضا عندك في 2 مشات و2 فرسان، وين القياده ابو عيسى؟ خلاص ما في شيء اسمه قيادة من اليوم ورايح، لأن المسيرات صارت عندك كاملة، ما تحتاج إلى قيادة نهائيا بالمرة. المعدات الجهنمية المجيدة يا أبو عيسى شكلناها للست مال القيادة، شو نسوي فيها؟ تقدر تستعملها للرومات، تقدر تستعملها للمشات، ما في أي مشكلة، عادي ما عليها حسافة حتى لو كان عليها بف، ما في أي مشكلة. لكن انتبه لا تستعمل المعدات المجيدة للفرسان نهائيا، لأن الفرسان كامل مكمل سواء من الست أو خارج الست. هذا في حال أنت قاعد تلعب في رمات. حاليا خلينا نقول الآن حسابي مثلا يا أبو عيسى فرسان، راح أقول لك تعال حسابك فرسان، راح تلعب دخلنا لك شانغ أساسي وجاستينيان ثانوي. أنا قاعد أتكلم مساعة، ليش هنري حطيت لك هنري؟ لأن هنري، لأن حسابك رمات فانت متخصص للرومات، فانت اوريدي راح تمكس هنري اللي متخصص للرومات، مو شرط تكون رالي، فهذا تخصصك. وهني ايضا حطيت لك جاستينيان كثانوي لشانغ لان تخصصك فرسان، فانت تبي تحشد مثلا وبتنزل الميدان فراح تمكس جاستينيان. انت تنصح الناس تمكس جاستينيان في حال اذا ما كان تابع او تخصصها فرسان؟ اقول لك لا تمكس، عندك شانغ
راح تلعب شانق مع محمد الثاني، شانق مع التراجان، مسيرة جبارة جدا جدا. في حال إذا ما عندك جاستينيان ما في أي مشكلة، راح تلعب على مسيرتين الرومات الأساسية. هني طلعنا هنري لأنك مو متخصص فرسان، حطينا لك التشكيل الأول اللي هو اليانج أساسي، نبوخ الثانوي ونبوتيكا أساسي، وايز جي ثانوي مع تكملة جوان سكيبيو وهو مع ويليام. هذه مسيرات الميدان بشكل كامل. رأيي الشخصي لازم يكون فيها إريك باكال طارق هارد، هذا كله أسحب عليه. تخصصك مشات للأسف إذا توصل لسبع مسيرات يعني معناته أنك تشحن ريال قاعد تشتغل على المعهد. ماكس معهد مو شرط تكون حوت، لأن الحوت يختلف ما بين ماكس معهد وما بين اللي مك وبعد ما بين الحوت. فأنت إذا ماكس معهد لا تشتغل على مشات نهائيا بالمرة. إيدك ثقيلة ما يخالف، ما عندي أي مشكلة، خدكون إيدك ثقيلة، بس انزل صح، لا تستهلك تسريحاتك بشيء غلط. أي حيك عطني رايك بالكومنت. سلام.